أن تفرض الحكومة ضرائب جديدة فذلك أمر اعتاد الناس عليه ويمكن احتماله على صعوبته، وأن تخترع الحكومة مسميات غير مألوفة لرسوم وضرائب جديدة فذلك يرفضه معظم الناس وإن وافق عليه بعضهم على مضض، لكن أن تخفض الحكومة الضريبة العامة على المبيعات من هنا وترفعها من هناك لتأخذ مما تبقى في جيوب الفقراء وتمنحه عن طيب خاطر لغيرهم، فذلك يحتاج إلى أكثر من وقفة تأمل ومراجعة. المطروح حالياً تخفيض ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% وإلغاء الضريبة، الإلغاء الإعفاءات الضريبية على ما تسمى ضريبة الصفر، ضريبة 4%، ضريبة 8%. ما هي المشكلة؟ المشكلة بأنه هذه الإعفاءات التي كانت موجودة وما زالت حتى الآن 0% و 4% و 8% هي معنية تماماً بالسلع الغذائية والدوائية، وبالتالي هي تمس تماماً المواطن الفقير. الأغنياء مش رح يستمتعوا بهاي الميزة اللي هي 4% لأنها ما بتشكل عندهم أي شيء. الفقراء رايحين ينضروا كتير في 4% هذه، لأنها أو 12% اللي رح تنضاف عليهم، لأنه السلع الاستهلاكية بالنسبة لمحفظة الأسرة الفقيرة بتشكل أكثر من 50% من مشترياتها. الحكاية ليست وليدة اللحظة، وليست معزولة عن سياق عام اختطته الحكومات المتعاقبة منذ عقدين، غير أن وصفة صندوق النقد الدولي الأخيرة المتعلقة بضرورة تخفيض الدين العام 20% قبل عام 2021 شكلت ذروة الحكاية وحبكتها الأخيرة. حسب برنامج صندوق النقد الدولي المتفق عليه بين الصندوق وبين الحكومة الأردنية إنه يجب تخفيض الدين العام بحيث تكون نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بدلاً ما تكون 94% الآن تنزل إلى 77% في سنة 2021. طبعاً هذا يعني إنه الحكومة يجب أن تبحث عن موارد جديدة لتزيد الإيرادات بحيث ينخفض العجز، بحيث تقل الحاجة إلى الاقتراض. لا مانع لدى الأردنيين من تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات، فهذا قطعاً يصب في مصالحهم حتى لو لم يستفد منه غير التجار كما يعتقد خبراء، لكن أن تغمي الحكومة على أعين الناس بهذه الخطوة وفق الخبراء ذاتهم وتمد يدها إلى محفظة الفقراء من السلع الأساسية فذلك أمر يرفضه غالبية الأردنيين. تعودنا كثيراً بأنه أي تخفيض لأي شيء لأي سلع للأسف شديد لا يتم عكسه على المواطن، بمعنى الآن يفترض أنه إذا خفضنا ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% من المفترض أن يتم عكس هذا الفرق على المواطن، للأسف لا يتم عكس، على الأغلب يستفيد منه التجار. تخفض من شيء وترفع شيء، فبالتالي لا، أنا بفضل مدام هيك ظل الأمور زي ما كانت قبل أفضل عشان المواطن ما يتأثر فيها. هاي خطوط حمراء، الخبز، السكر، الأرز، الأمور الضرورية ما بستغنى عن المواطن الأردني يجب أن تكون محمية باستمرار هاي، لأنه الشعب معروف كيف واصل حده على الآخر مع الدولة، فخليهم يخفوا على الشعب شوية يرحمونا. السلع المعفية يعني أدوب الناس قادرة تشتريها، مش بحاجة إنها تزيد عليها أكثر من هيك. أما إضافة الضريبة على المواد الأساسية كالسكر والرز وغيره فأنا ضد على طول. أن ترفع الحكومة نسبة ضريبة المبيعات على السلع الكمالية فذلك محتمل ويمكن لذوي الدخل المرتفع احتماله، وهو ما يتوقعه معظم الأردنيين من الحكومة ولسان حالهم يقول لها في ظل حكومة فاضلة الفقر عار، لكن في ظل حكومة سيئة فالتخمة هي العار. إذا أنا بدي أستورد من أوروبا ما فيش مانع أنها تكون ضريبة المبيعات 16% أو 12%، ولكن إذا أنا بدي أحط ضريبة مبيعات على منتج مصنع محلياً أنا بشوف من الجائر إن نحط عليه أكثر من 6%. إذا بتفوت عندي شاي بالك ما بأخذ عليه جمرك ولا ضريبة منك، إذا صنعته بصناعة أردنية ودخلته في السوق المحلي بأخذ 50% من الضريبة اللي بأخذها من المستورد لما يجيب بضاعة مستوردة. بهذه الحالة بحمي الصناعة المحلية. بقول هناك مواطن يستطيع أن يشتري شاشة تلفزيون ب3000 دينار فليخضع إلى 20% لأنه مش راح تفرق معه. هذا اللي بيدفع 3000 دينار شاشة تلفزيون ما اشتغل. أما اللي بيشتري شاشة تلفزيون 150 دينار من الظلم أن يدفع 16% وأبو 3000 دينار يدفع 16%. الحكومة كما يتحدث الخبراء تتطلع إلى توفير أكثر من 300 مليون دينار لموازنة العام المقبل،
عبر ما أطلقت عليه التوحيد الضريبي وفق معادلة حسابية غريبة. إذا تم تخفيض ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% ستخسر الخزينة حوالي 270 مليون دينار تقريبا، بينما رفع الضريبة على كافة القطاعات الأخرى التي كانت معفية إلى 12% سيورد للخزينة حوالي 600 مليون دينار. الآن الفرق بين 600 وال 270 نتحدث نحن عن 300 إلى 330. الأمر ليس بهذا اليسر، فإعادة النظر بالمعادلات الضريبية يحتاج إلى أكثر من رغبات حكومية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بضريبة المبيعات التي تشكل 50% من الإيرادات الحكومية. ضريبة المبيعات مهمة جدا وأهم ضريبة في الأردن لسبب بسيط، هو أنها حصيلتها تشكل نصف الموازنة. يعني بدون ضريبة المبيعات تنخفض إيرادات الحكومة إلى النصف. آن الأوان لوضع النقاط على حروفها، آن الأوان ما دمنا نتكلم في الحكومة حاليا لتوجيه الدعم المستحقي، فمن باب أولى أن نلجأ نعود إلى الدستور ونقول بأن الضريبة المتدرجة والضريبة على الدخل والاستقرار في التشريعات، لأنه حتى قانون الضريبة للأسف الشديد هذا الذي أقر في 2014 وكان تعهد حكومي حين أقر على عجل من الإجراءات مع صندوق النقد والبنك الدولي، تم الإعلان فورا في ذاك الحين بأنه سيتم إعادة النظر في القانون. لو قيض للحكومة أن ترتب أمورها واستجابت لاشتراطات صندوق النقد الدولي بخصوص التوحيد الضريبي، فما الذي سيصيب القطاعات الاقتصادية المختلفة؟ خوفنا الأول والأخير على خروج مصانع من دورة الإنتاج في الصناعات الخفيفة والمتوسطة بالأردن، مش راح يقدروا ينافسوا في ظل الظروف زي اللي احنا بنعيشها، وإذا نضاف عليهم ضرائب بالشكل اللي بتقترحه الحكومة. مهم جدا إن نعرف السلع الاستهلاكية الأساسية تسميتها بالاسم، مهم جدا إن نعرف مدى تأثيرها كمدخلات صناعية على موضوع الصناعات الخفيفة والمتوسطة اللي عندنا في الأردن. لا يمكن للحكومة إنها تأخذ قرار زي هاد إله تأثيراته السلبية على موادنا الصناعية وعلى مستقبل المصانع المتوسطة والصغيرة الموجودة عندنا في الأردن من غير دراسة أبعاد كل موضوع من الموضوعات هذه. وكيف سيتصرف نواب لم تذوي أواصر العلاقة مع قواعدهم الانتخابية بعد؟ نحن في مجلس النواب وضمير مجلس النواب مستقر على عدم تحميل المواطن أي تعباء جديدة، وفي نظرنا أن هذا المقترح إن صح وتقدمت به الحكومة لن يجد الأذان الصاغية في مجلس النواب. إذن ما العمل؟ وكيف يمكن للحكومة أن توفر مصادر جديدة للإيرادات؟ أنا بطالب الحكومة باستمرار إنهم يتأنوا قرار زي هذا، ممكن ناخذ ونعطي فيه، بس ليش لازم نعمله بواحد واحد؟ خلينا نأجل القرار لواحد ستة، خليهم يعملوا بالتعاون مع مجلس النواب دراسات مستفيضة عن القرار هذا. وإحنا من رأينا كقطاع تجار مواد غذائية، أي مواد أولية بتدخل للأردن يجب أن تكون معفاة من الجمارك والضرائب، سواء كانت سكر، سواء كانت رز، سواء كانت عدس، سواء كانت شاي، سواء كل الحزبة. مهم التشاركية مع مجلس النواب، مهم التشاركية مع القطاع الخاص للوصول إلى 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 شيء يتفق عليه يزيد إيرادات الخزينة، يقلل المديونية ولكن لا يثقل على كاهل المواطن. وبدل ما نرفع 330 هذول على المواطن وإلى آخره ونخلط أوراق الضريبية ونخلط أوراق ونثقل على كاهل المواطن، أعتقد من باب أولى وضع آليات للقطاعات المعفية ما زالت معفية من الضريبة، وضع آليات لمنع الهدر في 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 الضريبة. نتكلم عن مليار، من باب أولى أن نجتهد كيف نحضر هذا المليار. على الحكومة أن تعمل مقاصة تجد إنه هذه القطاعات اترفعت عليها الضريبة، هل فعلا انخفضت إيراداتها للخزينة؟ مدام رفعت، من باب أولى أن تخفض الضريبة على هذه القطاعات وتزيد إيراداتها على للخزينة. أنا أعتقد أن الطريقة المثلى لزيادة الإيرادات للدولة هو يأتي في معالجة التهرب الضريبي. هناك فاقد ضريبي قدره بعض الخبراء بحدود مليار دينار، وقدرت في الحكومة بمبلغ لا يتجاوز 500 مليون، لكن بكل الأحوال الفاقد الضريبي هو أعلى من قيمة الوفرات التي ستتحقق للحكومة فيما لو قامت بتخفيض الضريبة من 16% إلى 12% وإخضاع المواد التي تخضع بنسبة الصفر إلى 12%. أن الوصفة السحرية لمعالجة كل هذه الاختلالات هي في الاستثمار والاستثمار فقط.
16% تبقى كما هي، تعودنا عليها واستوعبناها، ما في داعي للمساس فيها، ولكن حاجة الخزينة إلى إيرادات أخرى تكون بإخضاع الضر السلع المعفاة حاليا إلى نسبة معقولة. هذه النسبة المعقولة متروكة للبحث. صندوق النقد الدولي وضع وفق رؤيته وصفة لخروج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة، والحكومة في حيص بيص. هل تذهب إلى خيارات جراحية؟ قد تكون تكلفتها الاجتماعية عالية، وماذا عن المواطنين خاصة الفقراء منهم؟ هل يرفعون الراية ويذهبون إلى قدرهم مستسلمين؟